السلام عليكم يا دكاتره، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم اسماء ممدوح الفرقه الرابعه. ان شاء الله هشرح لكم عمل البول. وزي ما انتم عارفين الامتحان بتاعكم عباره عن داتا شو، هيبقى صور عظم حقيقي هم مصورينه او صور زي الداتا اللي هي الكليه منزلاها، او هتبقى صور ملونه زي الصور اللي تبقى موجوده في اي اطلس او على جوجل. وان شاء الله كل ده موجود في الفيديو. كل مطلوب منكم انكم تسمعوا الفيديو بتركيز، ده هيسهل عليكم الدنيا وانتم بتذاكروا. بعد كده تراجعوا العلامات، هتحتاجوا بس تفتحوا الكتاب عشان تشوف الاورجن والانسريشن بتاع كل عضله، وده هيسهل الدنيا عليكم اكتر وهيخليكم تفتكروها في الامتحان ان شاء الله. اللي انا هشرحه في الفيديو ده، هشرح السكال وهشرح المانديبول وهشرح الاثنين فيرتبريسي 1 وسي 2 وهشرح الاسترنم وهشرح الكرافيكل. فان شاء الله الدنيا بسيطه وسهله. ونسمي الله كده ونبدا مع بعض. اول حاجه هشرحها، هشرح شويه فيتشر كده على العظم، هي مش عليكم، مش هيجي يسالك فيها يعني في الامتحان، بس انا هشرحها عشان تسهل الدنيا عليكم وانا بشرح العلامات اللي عليكم. اول حاجه معانا هنا المنطقه دي اسمها الاوربت، والمنطقه دي اسمها الزيجوماتيك بون اللي هي موجوده في التشيك اللي موجوده في الخدود بتاعتنا، اسمها الزيجوماتيك بون. والمنطقه دي اسمها الماكسيلاري بون بتبقى اللي هي موجوده قدام التيس، سواء من قدام او سواء من الجنب، اسمها ايه؟ الماكسيلاري بون. كمان عندنا المنطقه دي اللي هي شبه المروحه الفان شيب بيبقى اسمها التمبرال بون. والسكال من ورا اسمها الاوكسيبيتال بون. معانا ايه تاني؟ احنا قلنا المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الماكسيلاري بون. والمنطقه دي اللي هي عند التشيك اللي هي دي اسمها ايه؟ اسمها الزيجوماتيك بون. الزيجوماتيك بون بيبقى خارج منها خط كده بيبقى اسمه ايه؟ الزيجوماتيك ارش. اللي انا عامله عليه سهم ده اسمه ايه؟ الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش ده بيبقى موجود فوقه، بيبقى جريتر وينج اوف سفينويد، بيبقى موجود الحته اللي فوق دي اللي انا هظلل عليها بلون تاني اللي هي دي كده، ده اسمه الجريتر وينج اوف سفينويد. ده اسمه ايه؟ الجريتر وينج اوف سفينويد. بيبقى فوق مين؟ فوق الزيجوماتيك ارش اللي هو الخط اللي انا عامله عليه خط نعمل بلون تاني اللي هو الخط ده، ده الزيجوماتيك ارش. بيبقى موجود ايه تاني؟ لما نشيل المانديبول بيبقى موجود حاجه اسمها اللاترال تريجويد بليد، بيبقى موجود حاجه اسمها اللاترال تريجويد بليد، بيبقى موجود في المنطقه دي كده تحت المانديبول، بيبقى شكله كده لاترال تيرويد بليد. تمام، يبقى نقول ايه هنا العلامات بسرعه اللي معانا اللي احنا هنحتاجها؟ الاوربت، ومعانا هنا الماكسيلاري بون قدام، هنا قدام الاسنان، ومعانا هنا على في الخطوط بتاعتنا دي ودي الزيجوماتيك بون. الزيجوماتيك بون انا طالع منها ارش اسمه الزيجوماتيك ارش، فوقه اللي هي المنطقه دي اسمها الجريتر وينج اوف سفينويد، ومعانا المنطقه دي اللي هي شبه المروحه اللي هي دي كده اسمها التمبورال بون، ومعانا طبعا ده المانديبول، ومعانا دي الاوكسيبيتال بون. نسيت اقول لكم حاجه تانية، المنطقه دي كده اسمها الماستويد بروسيس. اسمها ايه؟ الماستويد بروسيس. والحته البارزه دي كده اسمها ستايلويد بروسيس. يبقى دي اسمها ايه؟ هنشاور عليها دلوقتي. تمام، هنشاور على المنطقه دي هنا يقصد ايه؟ الماستويد بروسيس. والحته اللي هي البارده المدببه دي ستايلويد بروسيس. تمام، معانا ايه تاني؟ معانا هنا الاوكسيبيتال بون. اللي احنا عاوزينه فيها المنطقه البارده دي اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بتروبنس. تمام، المنطقه دي اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بتروبنس، بيبقى طالع على امتدادها كده سوبيريور نيوكال لاين. طالما قلنا سوبيريور يبقى في انفيريور، يبقى تحت كده انفيريور نيوكال لاين. فوق السوبيريور في الهايست نيوكال لاين، فوق السوبيريور فيها ايه؟ الهايست نيوكال لاين. معناه هو الماستويد بروسيس اهو، والستايلويد بروسيس اللي هو التب اللي خارج ده ده المانديبول من ورا. تمام، معانا ايه تاني؟ معانا المانديبول، هناخد الفيتشر اللي احنا محتاجينها فيه. المانديبول له وجهين، من بره ومن جوه. من بره ايه ده؟ ده الريموس، ده الريموس من بره، وده برضو الريموس بس من جوه. ومعانا هنا ده الاوبليج لاين، ومعانا دي الانجل بتاع المانديبول، ومعانا هنا الكورونويد بروسيس اللي انا بعمل عليه سهم ده، ومعانا ايه تاني؟ ومعانا دي الهيد نازله بالنك بتاع المانديبول. في ايه هنا؟ المنطقه اللي هي دي اللي انا هعمل عليها نرجع تاني معلش، المنطقه اللي انا هعمل عليها سهم دي اللي هي بتبقى زي حته مقشوطه كده قدام النك دي اسمها التريجويد فوفيا. اسمها ايه؟ تريجويد فوفيا. دي كان المانديبول من بره. المانديبول بقى من جوه معانا، معانا برضو الكورنيه بروسيس من ده، بيوريك شكله من جوه يعني. ودي الهيد والنيك من جوه اها، وتريجويد فوفيا اها باينه هنا، واللي هي الحته اللي هي الحته اللي
تحسها مقشوطة، هو قشطها لك مبينها. دي اسمها اللينجولا، حتة عالية كده في الريموس من جوه. معانا هنا دي الانجل اوف ماندبل من جوه، بتبقى رف كده في حاجة بتمسك هنا، لسه هنقولها. وده اسمه المايلو هايد لاين، مايلو هايد لاين. ومعانا هنا المانديبول من تحت من جوه في حاجة اسمها الدايجاستريك فوسة، في حاجة اسمها ايه الدايجاستريك فوسة. ومعانا دي كده اللي هي دي اللي انا بشاور عليها، ده اسمه جينيال تيبرك. جينيال تيبرك يبقى شكله عامل كده، جينيال تيبرك اهو شاورت لكم عليه. انا السهم ده اللي هو بشاور عليه، نمسحه واوري لكم اهو، جينيال تيبرك يبقى شكله كده، ده الجينيال تيبرك. تمام، دي كل العلامات اللي احنا محتاجينها في السكال والمانديبول وكده. نخش بقى نبدأ نسمي بسم الله كده ونبدأ معانا في العلامات بتاعتنا. احنا قلنا هنا ايه؟ قلنا هنا ده الاوربت، ايه العضله اللي ماسكه في الاوربت؟ اسمها الاوربيكولار اوكيلوي. العضله دي كبيره جدا، بتبقى واخده الاوربت كله، بتبقى عباره عن ثلاث اجزاء، بالبيبرال بارت ولاكريمال بارت واوربيتال بارت. هنا الكليه بتاعتكم محدده اللي هي المنطقه الخضراء دي كلها، دي كده الاوربيكولار اوكيلوي. الكليه خدت بس بارت واحد من العضله اللي هو اللاكريمال بارت، او ماسك في اللاكريمال كريست. هنا موجود عندنا منطقه اسمها اللاكريمال كريست، ماسك فيها الجزء من العضله دي اسمه اللاكريمال بارت. يبقى اما يجي لك عامل لك سهم زي السهم الابيض ده، او عامل لك علامه هنا يقول لك ايه اللي ماسك هنا، هتقول له البوكيلاريس اوكيولاي، بس بين قوسين اللاكريمال بارت. تمام. العضله بعد كده اللي معانا الباكس نيتور، اللي هي باللون الاخضر دي، اها دي الباكس نيتور. ودي بتبقى موجوده فين؟ احنا قلنا دي اسمها ايه؟ الماجزيلاري بون. الباكسينيتور دي بتبقى موجوده في الماجزيلاري بون قدام التيس كده. يبقى لما يعلم لك علامه قدام التيس على الماجزيلاري بون ويقول لك دي ايه، هتقوله دي الباكسينيتور مصر. تمام. الباكسينيتور مصر اها جايه من الماكسينيتور مصر. دي بتبقى عضله ليها 2 اورجن، طلع 2 اورجن، وراح هتمسك في راح هتمسك في الابر ليب واللور ليب. اها الباكسينيتور اها طالعه من هنا من عند الماجزيلا، ماجزيلا قدام المولر تيس، وتحت من المانديبول قدام المولر تيس، دي كلها اها، وراحة تعمل انتنشن في الابر ليب واللور ليب. هي موجوده في ناحيه، موجوده في الناحيه دي اها، في الناحيه الثانيه اها برضو، وراحة تمسك الابر ليب واللور ليب بيتقب. تمام. يبقى هنا العلامات اللي احنا قلناها، قلنا قدام الاسنان عند المولر تيس كده في الماجزيلاري بون بيبقى عندنا علامه اسمها ايه؟ اسمها الباكسينيتور مسل. في الاوربت عندنا علامه عندنا اسمها ايه؟ الاوربيكولاريز اوكولاي، بتبقى موجوده في اللاكريمال كريست كده، عشان كده هقول دي اللاكريمال بارت بتاعها. تمام. بعد كده عندنا عضله اسمها التيموريالز مسل، والعضله دي بتبقى شبه المروحه، بتبقى شكلها فان شيب كده شبه المروح. لما يجي يعلملك عليها يا اما يعمل لك حدالك من بره كده، او هيظللها كلها، وساعتها هتقول له دي التمبريلس مصر. دي مميزه جدا، يعني شكلها مميز جدا. تمام. العضله اللي بعد كده اسمها الماسيتر مصل، ودي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى احنا قلنا وانا بشرح في الاول، قلت لك دي الزيجوماتيك بون، بيبقى خارج منها خط كده اسمه الزيجوماتيك ارش. فالعضله دي بتبقى موجوده على الزيجوماتيك ارش. يبقى لما يعلم لك على الزيجوماتيك ارش هتقول له دي ايه؟ هتقول له دي الماسيتر مصل. تمام. الماسيتر مصل ده الاورجن بتاعها الزيجوماتيك ارش، بتروح تعمل انسرشن فين؟ بتروح تعمل انسرشن في الريمس بتاع المانديبول، بطوله كده كله، واخد الريمس كله. فهنا لما العضله لما يجيب لك العضله دي، هيجيب لك علامتين، اي واحده فيهم يعني، يا اما هيعلم لك على الزيجوماتيك ارش يقول لك دي ايه، هتقول له الماسيتر، او هيعلم لك على الريمس بتاع المانديبول كده هتقول له دي ايه الماسيتر. تمام. هنا دي العضله اللي هي فان شيب، اللي هي التيمبوريلز. دي العضلات اللي احنا قلناها، اها الماسيتر عم الريمس، ودي الفان شيب اللي هي التيمبوريلز، وها الماسيتر اها واخده الريمس. تحتها بقى الباكسينيتور، الباكسينيتور هطلع من عند الماكسيلاري، طلع من المانديبول قدام المولر تيس في الناحيتين، وطالعه عند الابر ليب واللور ليب، بس هنا مش باين الانسرشن بتاعهم، باين الاورجن بس، بتبقى موجوده عند الانجل بتاع المانديبول. يبقى لما يجيب لك قصدي انجل اوف الماوس، يبقى العضله اللي بتيجي قدام الانجل بتاع الماوس اسمها الباكسينيتور. هنا برضو الماسيتر اها موجوده في الريموس، وهنا العضله اللي هي فان شيب اللي هي التيمبوريلز. تمام. معانا بعد كده اللاترال تيروجويد ماسل. اللاترال تيروجويد ماسل دي احنا ملناش دعوه بالزيجوماتيك ارش، ده ما يعلم لك عليه علامه هتقول له ده الماسيتر ماسل. لكن هنا اللي احنا عايزينه اللي هي معموله بالتباشير، نمسح كده وناخد الماركر. احنا هنا اللي يخصنا اللي هي دي، واللي يخصنا اللي هي دي، اللي هم بتوع مين؟ اللي هم الهيد بتوع اللاترال تيروجويد ماسل. اللاترال تيروجويد ماسل دي ماسل ليها 2 هيد، الابر هيد واللور هيد. احنا قلنا في الاول قلنا الزيجوماتيك
عرش بيبقى موجود منطقة فوق اسمها الجريتر وينج اوف سنويد، اسمها ايه؟ الجريتر وينج اوف سنويد. يبقى لما يعلمني كده فوق الزيجوماتيك عرش ويقول لي ايه دي، هقول له دي الاوبر هيد بتاع اللاترال تراجوي المصري. تمام. كنت قلت لك ان الزيجوماتيك عرش تحته اللي هو كان فيه هنا المانديبول كده، قلت لك لما هكسر المانديبول هلاقي عندي حاجه اسمها اللاترال تراجوي بليت اللي هو معمول بالتبشير ده اللي انا عملت عليه بالاحمد، ده اسمه ايه؟ اللاترال تراجوي بليت، موجود تحت ايه؟ تحت الزيجوماتيك عرش اهو. يبقى هو هيجيب لي ايه؟ علامتين. لما يعلمني على اللاترال تروجويد بليت كده تحت الزيجوماتيك ارش هيقول لي ايه ده، هقول له اللور هيد بتاع اللاترال تروجويد مصر. او هيعلمني فوق الزيجوماتيك ارش عند الجريتر وينج اوف سفنويد هنا كده هيقول لي دي ايه، هقول له دي الاوبر هيد بتاع اللاترال تروجويد مصر. تمام. طالما قلنا لاترال تروجويد يبقى اكيد عندنا ميديال تروجويد. عندنا دلوقتي الميديا الترويد دي لها برضو اتنين هيد، بس هنا الهيد بتوعها اسمهم سوبرفيشال وديب. احنا قلنا العظمة دي اسمها عظمة المجزلة، بيبقى طالع منها حتة بارزة كده خالص في نهايتها اسمها المجزلري تيبروس. تيبروس يعني حتة بارزة، اسمها ايه؟ مجزلري تيبروس. على التيبروس ده هو طالع منها الاورجين بتاع الميديا الترويد دي، بس انهي هيد فيهم؟ السوبرفيشال هيد. يبقى عند المجزلري تيبروس كده هقول له دي ايه، ما يعلمني عليه هقول له دي السوبرفيشال هيد بتاع الميديا الترويد. الديب هيد بتاع الميديال تريجويد بتبقى طالعه منين؟ هقول لك يا سيدي، احنا قلنا هنا ده اسمه ايه؟ اللاترال تريجويد، وده ايه؟ الزيجوماتيك ارش، وفوق هنا ايه؟ الجريتر وينج اوف سفنويد. تمام. قلت لك لما بيعلم على فوق الزيجوماتيك ارش اللي هو المنطقه الصفراء اللي انا بعملها دي، هقول له دي ايه؟ الابر هيد بتاع اللاترال تريجويد مثلا. تمام. لما يعلم لك هنا على اللاترال تريجويد بليت كله كده من بره تحت الزيجوماتيك ارش، هقول له ايه؟ هقول له دي اللور هيد بتاع اللاترال تريجويد مثلا. تمام. لكن هنا بقى ايه؟ هنا انا عندي اللاترال تريجويد ده، الديب هيد بتاع الميديال ترويد ماسكه فيه من جوه، يبقى لما يعلمني من بره اقول له لا دي الايه؟ اللور هيد بتاع اللاترال ترويد. لكن لما يعمل لي سهم، مش هقول لي سهم، عايز الاتاتشمنت بتاع اللاترال ترويد من جوه في الميديال اسبيكت بتاعته، او يحط لي سلك او يحط لي اي حاجه، انا عايز الاتاتشمنت اللي لازقه في اللاترال ترويد من جوه، او هقول له دي جوه يعني ديب، وميديال يعني في الميديال اسبيكت بتاع الميديال ترويد، يعني جايه من ايه؟ اسم احنا يعني ايه؟ مش جايه من اسم العضله. مش جايه من اسم العضله، انا بقول لكم عشان افكرتي. احنا اللاترال ترويد هنا لما يعلم لي عليه من بره هقول له ده ايه؟ اللور هيد بتاع اللاترال ترويد مصر. تمام. لكن لما يجيب له لي وحاطط لي سهم عليه، عايز اللي ماسك فيه من جوه، جوه يعني ديب، وهو موجود فين؟ في الميديال اسبيكت بتاع اللاترال ترويد. يبقى ميديال اسبيكت يبقى ميديال ترويد مصر، يبقى سهم بيشاور لي على المنطقه اللي جوه بتاع الميديال ترويد بتاع اللاترال ترويد، هقول له ايه؟ الديب هيد بتاع الميديال ترويد مصر. تمام. اللي بعد كده الميديال واللاترال ترويد بالتو هيدز بتاعته، عندنا هنا اها الاوبر هيد واللور هيد بتوع اللاترال ترويد، راح تمسك في جريتر وينج اوف سنويد اللي هو ده، وهنا المفروض هنا ايه؟ اللاترال ترويد بليد، بس هنا فوقه مغطياه الايه؟ مغطياه الانفيرور هيد اللي هي اللور هيد بتاع اللاترال ترويد. فوق بيبقى ايه؟ اللور هيد بتاع اللاترال ترويد، تحتها بيبقى موجود فيه ايه؟ موجود فيه الديب هيد. يبقى اللور هيد موجوده فوق، تحتها بيبقى موجود ايه؟ الديب هيد. السوبرفيشال هيد هنا مقطوعه عشان خاطر يبين لك الديب هيد، اهي باين منها جزء صغير بس هنشاور عليه اللي هو ده. نرجع تاني، باين جزء صغير اللي هو ده، هو قطع قصص كل ده، ماسكه في الايه؟ في المجزيلري تيبروستي. تمام. هنا عندنا ايه؟ اهو اللاترال ترويد، اهي الاور هيد بتاعتها، نجيب لون تاني بس عشان يبقى واضح، الاور هيد واللور هيد، اهي الاور هيد ماسكه في المجزلر في الجريتر وينج اوف سفينويد، وهو ده مغطي اللاترال ترويد بليد، والزيجوماتيك ارش كان هنا بس هو كسروه. تمام. الميديال ترويد اهي طالعه من تحت اللي هو مش مبين هنا، اذا كان دي مش قاسمهم يعني مش فاصل السوبرفيشال هيد والديب هيد، ففي جزء اهو طالع على في ال مش لازم نفسر ان دي سوبرفيشال هيد ولا ديب هيد، على طول دي الميديا ترويد. تمام. عندنا هنا المسيتر طالعه في الريمس، ماسكه في الريمس اها، وعندنا هنا التمبوريلس فان شيب اللي هو على شكل المروحه. تمام. بعد كده قلنا عندنا هنا ده اسمه ايه؟ قلنا ده اسمه الاسترنو ماستويد، قلنا ده اسمه ايه؟ استرنو ماستويد. لما يعلم لي على
لا ما اقصدش، معلش، السترنوماستويد اللي هو الاتاتشمنت اللي ماسك في المنطقه دي. المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها الماستويد بروسيس. اسمها ايه؟ الماستويد بروسيس. ماسك فيه ايه؟ الاسترنوماستويد مصر. يبقى الماستويد بروسيس ماسك فيه استرنوماستويد مصر. ماستويد بروسيس يبقى من اسمه استرنوماستويد مصر. يبقى اللي هو المتظلل ده كده، دي كده المصل، وهي اتاتشمنت للماستويد بروسيس استرنوماستويد. والاسترنوماستويد هقول دايما معاها سبلينيوس كابيتس مصل. سبلينيوس كابيتس مصل، يبقى هنا العلامه دي يقصد بيها هنا ايه؟ الاسترنوماستويد والسبلينيوس كابيتس مصل. تمام. في هنا ايه؟ ده الزيجوماتيك ارش شرحناه، قلنا عليه ايه؟ عليه الماسيتر مصل. تمام. قلنا فوقه اللي هي الجريتر وينج اوف سترونيد. هنا ايه؟ الابر هيد بتاع اللاترال تيرويد مصل. هنا اللاترال تيرويد بليد اهو، عليه لما يعلمني عليه كله من بره كده يبقى عاوز ايه؟ اللور هيد بتاع اللاترال تيرويد ماسل. تمام. هنا الماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس اهو، الماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس اللي هو البروس ده. هنا العضله بتاعتنا، هنا قلنا هناك العضله كانت مغطيه الماستويد بروسيس من بره، بيعمل لي علامه كده من بره زي العلامه الخضراء السهم اللي انا عاملاه ده. هيقول لي دي ايه؟ هقول له دي الاسترنوماستويد مع الاسبلينس كابيس. لكن هنا العضله جايه من جوه الاسترنوماستويد، باينه ان هي طالعه من جواه. فالعضله دي اسمها ايه؟ اسمها البوستيرير بيلي اوف الدايجستريك. اسمها ايه؟ البوستيرير بيلي اوف الدايجستريك. تمام. والعضله المرتبطه بالستايلويد بروسيس اسمها ايه؟ اسمها العضله دي اسمها ستايلو هايد ماس. اسمها ايه؟ ستايلو هايد ماس. طالعه من منين؟ طالعه من الستايلويد بروسيس. تمام. اهو ده الاسترنو ده الماستويد بروسيس. فين الماستويد بروسيس؟ اهو معلم لك عليه من جوه عشان يعرفك ان هو عايز البوستيرير بيلي اوف الدايجستريك. تمام. هنا تريجو مانديبولر ليجامنت ماسك في الترويد هاملس. ازاي بقى ده؟ تعال نشوف ده قلنا اسمه ايه؟ لاترال تيرويد بليد. المنطقه اللي هي اللي انا عامله عليها علامه الدايره دي، دي بروز خارج من اللاترال تيرويد بليد اسمه تريجويد هاملس. اسمه ايه؟ تريجويد هاملس. ده ماسك في ايه؟ تريجو مانديبولر ليجامنت. ماسك ايه؟ تريجو مانديبولر ليجامنت. تمام. بعد كده عندنا احنا قلنا نشرح بس هنا، دي قلنا ايه؟ دي الزيجوماتيك ارش نهايته بداية ده الروت بتاعته. الروت بتاعته في هنا عندنا الجزء ده المندبل بيجي كده بيتمفصل بيعمل مفصل، فده اسمه تمبرو مندبل جوينت. تمبرو مندبل جوينت. فالعلامه اللي معانا هنا العلامه اللي هي السوداء ده اللي انا بشاور عليها بالسهم الاخضر دي، ايه بقى دي؟ دي موجوده عند الروت بتاع الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش اهو موجودة عند الروت بتاعته، وبتبقى فوق التمبرو مندبولا جوينت اللي هو ده تمبرو مندبولا جوينت. يبقى العلامة بتاعتي هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها lateral ligament of تمبرو مندبولا جوينت. lateral ligament of تمبرو مندبولا جوينت بتبقى موجودة فين؟ عند الروت بتاع الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش اهو ده، ودي الروت بتاعته اللي هي العلامة هنا اها، بتبقى موجودة. يبقى اسمها ايه؟ lateral ligament of تمبرو مندبولا جوينت. تمام. دي ده كلية اهم مجمعة العلامات اللي احنا قلناها. انا قلنا اول حاجه هنا اللي هي العلامه دي اللي انا بشاور عليها دي ايه؟ البوكراز اوكرار اللاكريمال بارت. قلنا هنا قدام الاسنان عند الماكسيلاري بون قلنا ايه؟ البوكسينيتور مصل. تمام. قلنا هنا العضله اللي هي رقم واحد اللي هي على شكل فان شيب دي اللي هي ايه؟ التمبوريالز مصل. تمام. قلنا الزيجوماتيك ارش اللي هو مدي رقم اتنين ده عاوز ايه؟ عايز الماسيتر مصل. تمام. رقم تلاتة اللي هو عند الجريتر وينج اوف سنيت فوق الزيجوماتيك ارش عاوز ايه؟ عاوز الابر هيد بتاع اللاترال تيرجويد. تمام. نمسح كده عشان نبين اكتر، ده اللاترال تيرجويد معلم لي عليه كل مباراة، يبقى عاوز ايه؟ اللور هيد بتاع اللاترال تيرجويد. تمام. رقم خمسة اللي هو ده، ده قلنا دي ايه؟ المجزلة دي كلها المجزلري دي كلها ايه؟ المجزلري بون. هو هنا معلم لي على ايه؟ معلم لي على التب بتاعتها بس. يبقى عاوز ايه اللي انا معلم عليه بالاخضر ده؟ يبقى عاوز السوبرفيشيال هيد بتاع الميديال تيرويد. السوبرفيشيال هيد بتاع الميديال تيرويد بيقول لك الديب هيد بتاع الميديال تيرويد بتبقى موجوده في اللاترال تيرويد من جواه في الميديال اسبكت بتاعته. هو هنا عامل لي مش عامل لي علامه عليها لان هو مش هيعرف يطلعها في الصوره، يعني مش لان هنا عندي اللاترال تيرجويد ومعلم لي عليه من بره اللي هو الهيد بتاع اللاترال تيرجويد، لكن الميديال تيرجويد جوه، فمش هعرف في الفيو ده انا مش هعرف اطلع لك الديب هيد. لازم اقلب السكال عشان اوريك من جوه.
تمام. العلامات التانية اللي معانا ده قلنا ده الماستويد بروسيس، والبروس ده الستايلود بروسيس. الستايلود بروسيس العظمة العضلة اللي عليه اسمها ستايلو هايد مسل. ستايلود بروسيس ستايلو هايد مسل. الماستويد بروسيس لما يعلم عليه من بره قلنا بنقول ايه؟ بنقول استرنو ماستويد وسبلينيوس كابيتس مسل، تمام. لكن لما الماستويد بروسيس يعلم عليه من جوه هقول الايه؟ البوستيريور بيري اوف الدايجستريك. رقم 8 عامل لي سام ان هو عايز اللي جوه اهو، بيقول لك البوستيريور بيري اوف الدايجستريك العلامة من جوه، تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا قلنا ده اللاترال تريجويد بليت. عندنا في حته اللي هي البروز اللي خارج منه ده اللي هو التريجويد هاملس، ده بيبقى موجود في ايه؟ تريجو ماندبولار ليجامنت. موجود في ايه؟ تريجو ماندبولار ليجامنت. معانا ايه تاني؟ معانا اللي قلنا ده نمسح ونوري ده، قلنا ايه؟ اللاترال ليجامنت اوف تمبرو ماندبولار جويت اهو، موجود عند الروت بتاع الزيجوماتيك ارش. ده الزيجوماتيك ارش ده الروت بتاعته، يبقى دون اللاترال ليجامنت اوف تمبرو ماندبولار جويت، تمام. معانا ايه تاني؟ معانا الستايلو ماندبولار ليجامنت. لو احنا مثلا عندنا اهو اللي هو ده، هو ده ده الستايلو ماندبولار ليجامنت. لو احنا عندنا ده الستايلو بروسيس ده، لو علم لي عليه كله كده يبقى هو عايز الستايلو هايد ماسل. اما لو علم لي على التب بتاعته بس كده يبقى هنا يقصد ايه؟ ستايلو ماندبولار ليجامنت، تمام. هنا عندي الاوكسيبيتال بون بتاع السكال. عندي ايه؟ نشوف الفيتشر اللي احنا هنحتاجها. انا هنا عندي الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرنس طالع منها على امتدادها سوبيرو نيوكال لاين، تحتها انفيرو نيوكال لاين، فوقها الهايست نيوكال لاين. ايه العلامه اللي معايا هنا؟ الاوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. انا عندي ماسل اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس ماسل. الاوكسيبيتو فرونتاليس عباره عن جزئين، جزء من قدام وجزء من ورا. الجزء اللي قدام اسمه الفرونتال بيلي، جاي من الفرونت بتاعتنا، والجزء اللي جاي من ورا اسمه اوكسيبيتال بيلي، جاي من الاوكسيبيتال بون اللي هو الجزء ده. موجوده فين؟ موجوده في الهايست نيوكال لاين. اعمل لي علامه هنا، نرجع تاني معلش نمسح كل ده. هي العلامه دي الهايست نيوكال لاين، ان ده الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرنس، ده السوبيرو نيوكال لاين. هي بقى العلامه موجوده فين؟ موجوده فوقها عند الهايست نيوكال لاين. تبقى علامه صغيره كده، بتبقى بنعرف منها الاوكسيبيتال بيلي اوف اوكسيبيتال فرونتاليس ماسل، تمام. ايه العلامه؟ هما علامتين بس اللي موجودين ورا اللي هي الاوكسيبيتال بيلي اوكسيبيتال فرونتاليس ماسل، وعندنا علامه تانية هنعرفها. ده السوبيرو نيوكال لاين اهو، ده الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرنس. موجود بقى على السوبيرو نيوكال لاين في اللاترال تو ثيرد بتوعه اللي هو كل ده لحد الماستويد بروسيس، من اول السوبيرو نيوكال لاين لاترال تو ثيرد بتوعه كل ده كل ده كل ده كل ده لحد ما يوصل للماستويد بروسيس من بره، كل ده عضله الاسترنو ماستويد مع السبلينيوس كابيتس. احنا قلناها في الاول لما كنا بنشرح الجنب بتاع السكال، لما قلنا استرنو ماستويد، الاسترنو ماستويد قلنا عليه ايه من بره؟ الاسترنو ماستويد مصر، صح. احنا قلناها هناك وهنا برضو. هنا لانها جايه من اول اللاترال تو ثيرد بتاع السوبيرو نيوكال لاين، بتفضل تمتد لحد ما توصل للايه؟ للماستويد بروسيس، تمام. نقارن بقى بين العلامتين اللي موجودين ورا دول عشان ما يلخبطناش، بس نقول هنا اهو، هنا بيوري لك تاني الاسترنو ماستويد، ده السوبيرو نيوك، ده الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرنس اهو، السوبيرو نيوكال لاين اهو موجود في اللاترال تو ثيرد بتوعه اهو، موجود في ايه؟ موجود في اهو الاسترنو ماستويد معاها الاسبلينياس كابيتس ماسل، بيمتد لحد ما يوصلوا للاسترنو الماستويد بروسيس اهو. هنا عندنا الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرانس طالع منها سوبيرو نيوكال لاين، سوبيرو نيوكال لاين، هنا الهايست نيوكال لاين والانفيرو نيوكال لاين، تمام. ايه اللي فوق عند السوبيرو نيوكال لاين؟ اهو الاوكسيبيتال بيلي بتاع اوكسيبيتو فرونتاليس، ده الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرانس. فوقه بيبقى موجود فوق وعلى الجنب كده شويه الاوكسيبيتال بيلي، اما على امتداده في اللاترال تو ثيرد بتوعه وبتفضل تمتد لحد ما توصل للماستويد، ده كده الاسترنو ماستويد. انا هعرف ازاي دي استرنو ماستويد ولا الاوكسيبيتال بيلي؟ هو بيبقى مبينها، يعني بيعمل لك علامه صغنونه خالص كده عند الهايست نيوكال لاين فوق الاكسترنال اوكسيبيتال بروبرنس، بعرف ان هدول ان دي اوكسيبيتال بيلي. اما الاسترنو ماستويد بيعمل لك علامه كبيره من اول بتبقى على امتداد السوبير نيوكال لاين، بتبقى بتفضل تمتد لحد ما توصل للماستويد، هو بيعملها لك كبيره عشان تعرف ان دي الاسترنو ماستويد، تمام. هنشرح بعد كده المانديبول. قلنا ان ده اسمه الريموس بتاع المانديبول.
بتبقى موجود في العضلة دي اللي هي اسمها الماسيتر. قلنا هي موجودة فين؟ موجودة في الزيجوماتيك ارش، وبتروح تعمل انسيرشن في الريمس بتاع المندول. تمام. والبيز بتاع المندول فيه علامة تانية اسمها ايه؟ اسمها البلاتيزما. تمام. معانا ايه تاني؟ معانا البوكسينيتور بتبقى موجودة هنا قدام المولر تيس، قدام الايه؟ قدام السنان على طول. البوكسينيتور البلاتيزما بتبقى موجودة تحت عند البيز، الريمس بيبقى موجود في الماسيتر. عند الانجل كده عند بتاع المانديبول حته بسيطه خالص منها من بره، معلملي عليها اقول له ستايلو ماندبولر ليجمنت. ستايلو ايه؟ ماندبولر ليجمنت. تمام. بعد كده هناخد المانديبول من بره، هناخد المانديبول من بره. معانا ايه؟ معانا اول حاجه الهيد ونازله بالنك. هيعلملي ازاي بقى؟ هيعلملي هيعمل لي دايره مقفوله كده حوالين الهيد. هقول له دي الارتيكولار ديسك اوف تمبرو ماندبولار جوينت. هقول له ايه؟ الارتيكولار ديسك اوف تمبرو ماندبولار جوينت. تمام. لما يعمل لي بدل الدايره المقفوله دي هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي مجرد بس بيظللها بس كده من بره، بس هي مفتوحه من جوه. هقول له ده ايه؟ ده الكبسول بتاع التمبرو ماندبولار جوينت، كبسول اوف تمبرو ماندبولار جوينت. يبقى يعمل لي علامه كده من بره، ده الكبسول. اما لما الدايره تبقى مقفوله دون الارتيكولار ديسك. تمام. معانا ايه تاني؟ معانا قلنا ده اسمه ايه؟ المايلو هايد لاين. قلنا ده اسمه ايه؟ المايلو هايد لاين. يبقى فيه المايلو هايد ماسل نهايته هنا، اللي هو الجزء ده كده اللي انا بصور عليه بالسهم ده اسمه تريجو ماندبولار ليجامنت. اسمه ايه؟ تريجو ماندبولار ليجامنت. فوق في الريمس هنا الحته دي كده حته عاليه في الريمس من جوه اسمها اللينجولا، بيبقى موجود فيها اسفينو ماندبولار ليجامنت. فيها ايه؟ اسفينو ماندبولار ليجامنت. معانا ايه تاني؟ معانا دون نمسح عشان الدنيا تبقى واضحه. دي التمبوراليز ماسل بتبقى موجوده في الكرونويد بروسيس من جوه. كمان معانا تمبوراليز ماسل، وقلنا ده الارتيكولار ديسك او الكبسول لو هو ارتيكولار ديسك، لو هو دايره كده مقفوله، كبسول لو هو متحوط بس كده مجرد مظلل. نازل بالنك. النك لما يعمل لي عليها علامه كده من قدام يبقى دي اللاترال ليجامنت بتاع التمبرو ماندبولار جوينت، لاترال ليجامنت اوف تمبرو ماندبولار جوينت. اما دي العلامه اللي هي دي اللي هو ايه اللي اوريها لكم، الهيد بتبقى كده والنيك بتبقى نازله كده، في حته بتبقى مقشوطه كده قدام النيك، الحته دي اسمها تيروجويد فوفيا. اسمها ايه؟ تيروجويد فوفيا. دي بيمسك فيها اللاترال تيروجويد ماسل، بيمسك فيها ايه؟ اللاترال تيروجويد ماسل. معانا ايه تاني؟ معانا هنا دايجاستريك فوستا بتبقى موجوده هنا، موجود ماسك فيها الانتيرور بيلي اوف الدايجاستريك. ماسك فيها ايه؟ الانتيرور بيلي اوف الدايجاستريك. معانا كمان الجينيال تيوبركل اللي هو كان شكله كده اهو، عباره عن نقطتين هنا كده اهو. جينيال تيوبركل ماسك فيه الجينو هايد ماسل، ماسك فيها ايه؟ الجينو هايد ماسل. يبقى نقول العلامات كلها تاني كده. اول هنا التمبوراليس ماسكه في الكورنيه بروتس، هنا الميديال تيروجويد ماسكه في الانجل من جوه، انا ما قلتهاش تقريبا. يبقى الانجل لما يمسك فيها حاجه من جوه، فاكرين لما قلت لكم الراف اريا في الانجل من جوه بيمسك فيها، هي دي الحاجه بقى اللي هي الميديال تيروجويد. هنا المايلو هايد ماسل ها ماسكه ماشيه في المايلو هايد لاين، على نهايته المايلو هايد لاين موجود فيها ايه؟ موجود في التريجو ماندبولار ليجمنت. هنا اللينجولا اللي هي دي ماسك فيها ايه؟ سفينو ماندبولار ليجمنت. نكمل نمسح ونكمل بقيه العلامات. هنا عندنا الدايجاستريك فوسه ماسك بتبقى موجوده تحت كده ومن في المانديبول ومن جوه يعني، ماسك فيها الانتيريور بيري اوف الدايجاستريك. ومعانا هنا في المنطقه دي اللي هو نقطتين، اللي هما النقطتين دول او بتبقى كده اللي هو الجينيال تيوبركل، ماسك فيه ايه؟ الجينو هايد ماسل. معانا ايه تاني؟ معانا الهيد. الهيد لما يعمل لي دايره كده مقفوله حوالين الهيد اللي هو هنا، هقول له ايه؟ هقول له ارتيكولار ديسك اوف تمبر ماندبولار جوينت. اما لو عمل لي دايره بس كده، مجرد ظللها بس كده من بره، يبقى دون الكبسول بتاع التمبر ماندبولار جوينت. بيبقى الهيد اها بتبقى نازله بالنك كده. لما يعمل لي علامه هنا كده دي انا عامله عليها بالسهم، يبقى دي اللاترال هيد بتاع دي اللاترال ليجامنت اوف تمبرو ماندبولار جوينت، لاترال ليجامنت اوف تمبرو ماندبولار جوينت. تمام. وكمان قلنا الحته اللي هي دي كده اللي هي الحته المقشوطه دي، قلنا دي ايه؟ اللاترال تيروجويد ماسل، لاترال تيروجويد ماسل. تمام. اهو المانديبول جايبه لك من بره ومن جوه تاني عشان يوريك العلامات. هنا اهو من جوه الانجل من جوه، قلنا في المنطقه الرف دي قلنا ايه؟ الميديال تيروجويد. قلنا دي ايه؟ الكورونيال بروسيس. دي ايه؟ التمبوراليس. تمام. قلنا الهيد اها،
والنك نازلها. قلنا الحته المقشوطه منها اسمها ايه؟ اللاترال تريجويد. تمام، قلنا ده المايلو هايد لاين ماشي فيه المايلو هايد ماسل. تمام. الدايجاستريك فوسطها من قدام، حته مقشوطه من تحت من قدام. والجينيال تيبركل اللي هو ماسك فيه الجينو هايد ماسل اللي هو شكله كده، اللي هو ده، بس عشان اقولك اللي هو ده اهو شكله كده. تمام. المانديبول كمان من قدام، من بره بقى الماسيتر في الريمس من بره. عندي البوكسينيتور قدام السنان، وعندي البلاتيزما موجودة من تحت كده. عندي كمان علامة هو مش كاتبها هنا، الانجل من بره بيعمل لي علامة بسيطة بس كده، يقول لي دي ايه، هقوله دي ستايلو مانديبولار ليجمنت. لما يعمل لي عند الانجل من جوه دي كلها هقول له دي الميديال ترويد، اما لما يعمل لي من بره وحته بسيطه خالص كده هقول له دي الستايلو مندبر. انا بعرف ازاي ان انا جوه من بره باين اهو، هنا الجوه دي فيها جوه عندنا هنا ايه المايلو هايد لاين، وعندنا هنا اللينجولا، فبعرف ان انا هنا جوه في الانر اسبكت. اما هنا ده ايه في ايه الاوبليج لاين اهو، اما هنا مفيش اوبليج لاين، يبقى بعرف بره ازاي بره في اوبليج لاين وبره في والفورامينا ده، بعرف جوه ازاي يبقى في اللينجولا الحته البارزه دي يبقى فيها المايلو هايد لاين. تمام. هادي هنا مجمع العلامات كلها اللي احنا قلناها. العلامه دي احنا قلنا هنا العلامه اللي هي دي موجوده في الهايست، في نجيب ماركر اصغر، موجود هنا في الهايست نيوكال لاين، وحته صغنونه خالص اهو، ده ايه؟ ده الاوكسيبيتال بيلي بتاع الاوكسيبيتال فرونتاليس مصر. اما هنا مع على السوبيريور نيوكال لاين، بص من اللاترال تو ثيرد اوف سوبيريور نيوكال لاين ماشيه 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 لحد ما وصل للاسترنوماستويد. يبقى عشان تقول ان دي استرنوماستويد لازم يجيب لك علامه واصله لحد الماستويد بروسيس، يبقى العلامه بتبقى واصله لحد الماستويد بروسيس عشان اقدر اقول ان دي استرنوماستويد، عشان تعرف تفرق بينها يعني وبين الاوكسيبيتال بيلي. كمان عندنا هو المانديبول من بره، عندنا الماسيتر ماسكه في الريمس، عندنا عند الانجل اهو حته بسيطه خالص ستايلو مانديبولار ليجامنت، البلاتيزما تحتها، عندنا البوكسينيتور موجوده عند السنين. تمام. هنا المانديبول من جوه اهو، عندنا الانجل من جوه الميديال تريجويد، عندنا المايلو هايد ماسل، عندنا في نهايتها اللي هي الحته دي اللي هي اللي انا بعمل عليها بالسهم دي قلنا ايه تريجو مانديبولار ليجمنت، قلنا ايه تريجو مانديبولار ليجمنت. اما نمسح كده اللينجولا اللي هي الحته العاليه دي اللي هي موجوده في الريمس، هقول دي ايه اللي هي ده، دي ايه، هقول دي السفينو مانديبولار ليجمنت، هقول ايه السفينو مانديبولار ليجمنت. عندي ها من جوه اللي هي الحته المقشوطه اللي هي من جوه ومن تحت الدايجاستريك فوسه اللي هي ايه انتيرير بيري اوف الدايجاستريك، انتيرير بيري اوف الدايجاستريك. وعندنا الجينيال تيوبرك اللي هو فيه الجينو هايد ماسل اللي هو شكله كده، وهو بيطلع هنا عباره عن نقطتين كده في الموجود في المنطقه دي، اهو عباره عن نقطتين كده اهو، نمسح ونوريه لكم اهو، ده اهو ده عباره عن نقطتين، يبقى ده هقول ده كده الجينو هايد مثلا موجود في الجينيال تيوبركل، يبقى ده الجينو هايد في الجينيال تيوبركل، دي في الدايجاستريك فوسا انتيريور بيلي في الدايجاستريك، ده المايلو هايد ماسل، وده التريجو مانديبولار ليجامنت، ودي الميديال تريجويد، ودي اللينجولا اللي هي سفينو مانديبولار ليجامنت. فاضل لنا الهيد بالحاجات اللي فيها دي، لما يعلم لي علامه على الهيد كده علامه مفتوحه هقول له الكبسول مفتوحه يعني مش متظلله، ده الكبسول لا بتاع التمبر مانديبولار جوينت. اما لو عمل لي علامه كده مقفوله خالص متظلله كلها هقول له دي ايه، هقول له دي الارتيكولار ديسك بتاع التمبر مانديبولار جوينت. اللاترال تريجويد مثلا هي الحته المقشوطه اللي انا بقول لكم عليها اها، وهنا الحته دي الهيد بتبقى نازله كده، الهيد كده والنك كده، لما يعمل الحته المقشوطه اها لما يعلمني عليها كده هقول له دي اللاترال تريجويد. اما النك لما يعلمني عليها علامه من اللاترال اسبكت بتاعها كده اللي هي دي هقول له دي اللاترال ليجامنت اوف تمبر مانديبولار جوينت. تمام. بعد كده معانا الاطلس فيرتبري، الاطلس فيرتبري انتوا عندكم اتنين فيرتبري، عندكم سي واحد وسي اتنين، سي واحد اسمها الاطلس، اطلس فيرتبري بتبقى عبارة عن ايه، بنعرف ازاي ان دي الاطلس او سي واحد او سي اتنين، بيبقى الفاسد بتاعها الحتة دي كده اسمها فاسد، الفاسد بتاعها اللي هو بيتمفصل مع الفقرة التانية يعني، الفاسد بتاعها بيبقى شبه الكيدني شيب اهو، فاسد شبه الكيدني شيب، فاسد شبه الكيدني شيب. تمام. وبتبقى شبه الرنج اهو زي ما يكون خاتم،
فعشان كده بعرف ان انا كده ان دي الاطلس فيرتبري سي واحد. تعالى نشوف ايه، عايزين نشوف ايه تاني. ده اسمه الانتيرور ارش، نمسح ده الانتيرور ارش وده البوستيرور ارش، وده قلنا اسمه الايه الفاسيت كدني شيبت، وده الاله ودي الاله. برضو عندنا فاسيت تاني اللي هو ده اللي بعمل عليه بستام، ده فاسيت برضو بس ده بيتمفصل، دول بيتمفصلوا مع نهاية الاسكال فوق، اما ده بيتمفصل مع الفقرة اللي تحتها. تمام، نشوف ايه العلامات اللي معانا. لما يجيب لي ويقول لي ايه العلامة اللي هنا اللي على الفاسيت ده، اقول له فاسيت فور اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. فاسيت فور اتلانتو اوكسيبيتال جوينت اسمه جاي منين؟ اتلانتو عشان الفقره اسمها الاطلس، يبقى اطلس ماسكه فين؟ ماسكه في نهايه الاسكال. نهايه الاسكال اسمه ايه؟ اوكسيبيتال، يبقى فاسيت فور اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. تمام، لما يعلم لي على الانتيرور ارش هقول له انتيرور اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين، لما يعلم لي على البوستيرور ارش هقول له بوستيرور اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. انا قلت لك في فاسيت هنا اللي هو بيتمفصل مع الايه، مع الفقره اللي تحتها اللي هو ده اللي هو لونه اخضر اسمه ايه؟ اقول فاسيت فور ايه؟ فور دي الاطلس، يبقى فاسيت فور اتلانتو بيتمفصل مع الفقره اللي بعدها. الفقره اللي بعدها اسمها ايه؟ اسمها الاكسس، يبقى فاسيت فور اتلانتو اكسس جوينت. فاسيت فور اتلانتو اكسس جوينت، بس بين قوسين هكتب ميديان عشان هنا ايه ده في نص الجسم، يعني ده ميديان كده في نص الجسم. وقلنا دي نمسح كده، قلنا دي ايله ودي ايله. لما يعمل لي على الحته اللي ايله اللي قدام دي هقول له ترانزفيرس ايلر ليجمنت، ترانزفيرس ايلر ليجمنت. تمام. دي الفقره اللي بعدها الاكسس اللي هو الفرتبري رقم 2. بعرف ازاي ان دي الفرتيبي رقم 2. اول حاجه ان الفاسد بتاعها نرجع تاني، الفاسد بتاعها ما بيبقاش كدني شير، الفاسد بتاعها مدور. كمان البروسيس بتاعها مقسوم نصين، اهو مقسوم اهو في المنطقه دي ومقسوم اهو، فبعرف على طول ان انا في الاكسس اللي هي الفقره رقم 2. ايه العلامات بقى اللي موجوده عليها؟ لما يعلم لي علامه على التب بتاعها اللي هو من هنا كده هقول له ابيكال ليجمنت، اهو اللي هو اللون الاورنج ده ابيكال ليجمنت، ابيكال ليجمنت. لما يعلم لي من ناحيتين اللي هو من هنا كده اهو من هنا كده اللي هو زي من اللون الاخضر ده هقول له ايلر ليجمنت، ايلر ليجمنت. لما يعلم لي بقى ده الجزء ده اسمه البودي بتاع الفقره، لما يعلم لي عليه كده اللي هو اللون الازرق ده هقول له ده ايه؟ ممبرينا تكتوريا، اسمه ايه؟ ممبرينا تكتوريا. كمان ممكن يعلمني على الفاس اللي هو اللون الاصفر ده اهو هنا كده، يعلمني كده يقول لي ده ايه، هقوله ده فاسيت فور ايه؟ فور اتلانتو اكسس جوينت، لان هنا دي اسمها الاكسس بتتمفصل مع الفقره اللي فوقها اللي هي اسمها الايه الاطلس، يبقى فاسيت فور اتلانتو اكسس جوينت. تمام. دي داتا الكليه اها، ودي صورتين حاطينهم للفقره دي اها، دي الاكسس البروسيس بتاعها مفصول، يبقى دي سي 2. تمام، دي شبه الخاتم اهو مدوره وطالع منها حته زي الفص كده، كمان الفاسد بتاعها شبه الكدني شيبت، يبقى دي على طول سي 1. تمام، هنا عندنا اول علامه فاسد 4 اللي هي الكدني شيبت، لما يعلم لك على الكدني شيبت اللي هي 1 هتقول له فاسد 4 ايه؟ قلنا ده ايه؟ فقره الاطلس، ماسكه فين؟ ماسكه فوق مع السكال، يبقى فاسد 4 اتلانتو اوكسيبيتال جوينت، فاسد 4 اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. لما يعلمني على القرش ده كله هقول له ايه؟ انتيرور اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. علم لي على القرش اللي هو البوستيرور ده كله يبقى ايه؟ بوستيرور اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. تمام. الفقره اللي هي سي 1 لما بقلبها بيبقى موجود فيها فاسيت من تحت اللي هو بيتمفصل مع الفقره اللي بعدها، يبقى اسمه ده اسمه ايه؟ فاسيت 4 ايه؟ الفقره اللي بعدها اسمها اكسس ودي اسمها ايه؟ اطلس، يبقى فاسيت 4 اتلانتو اكسيال جوينت، فاسيت 4 اتلانتو اكسيال جوينت. بقول لاترال، بقول لاترال ليه؟ عشان خاطر موجوده اهو في اللاترال، لان احنا عندنا واحد تاني ميديان اللي احنا قلنا اللي هو ده، نمسح قلنا ده، مش احنا قلنا في فاسيت هنا بيتمفصل مع الفقره اللي تحتها، بس هنا وهنا بنقول ميديان، اما لما بنقلب الفقره هنا الجانبين بتوعها بنقول لاترال. تمام، هنا العلامات بتاع الفقره دي هنا التب بتاعها قلنا الابيكال ليجمنت، قلنا على الجانبين بتوعها من هنا كده ايلر ليجمنت، قلنا على البادي بتاعها الممبرينا تكتوريا، قلنا على الفاسيت هنا فاسيت فور ايه؟ اتلانتو اكسيال جوينت، وهنا بكتب جنبه ايه؟ لاترال، لا ما فاسيت فور لاترال اتلانتو اكسيال جوينت، اكتب لاترال او اقول لاترال اتلانتو اكسيال جوينت. تمام. بعد كده عندنا الكلافيكل، الكلافيكل موجود عندنا ما عندناش الا علامه واحده فيها، ايه هي العلامه اللي موجوده في الكلافيكل؟ اللي هي الكلافيكولار هيد اوف ستيرنوماستويد. كلافيكل جايه من اسمها، اسمها كلافيكل يبقى الاتاتشمنت ليها ايه؟ كلافيكولار هيد اوف ستيرنوماستويد اها، هيعلمها لي كده
او يشاور لي سهم كده. دي كلها عضلات بس مش معانا. العضله اللي معانا هي كلافيكولار هيد اوف سترنوم وسويد اللي هي اول واحده دي اللي انا طلعت عليها. تمام. بعد كده عندنا الاسترنوم. الاسترنوم عندنا فيها علامتين، فيها قصدي 3 علامات، واحده من بره واتنين من جوه. الموجوده من بره اسمها external head of sternum osseous. اسمها ايه؟ external head of sternum osseous. بعرف ازاي الاسترنوم اللي جوه من بره، اللي من جوه اللي بتبقى مقعره شويه كده، اما دي من ورا بتبقى محدبه. وهيعمل لك علامه واحده من فوق، يعلم لك كده او هيعلم لك فوقها، فوقها باينه جدا ان هي ايه فوق. يبقى دي الاسترنال استرنال هيد اوف سترنوماستويد. يا اما يعمل لك علامه بالعرض كده عليها من فوق، او هيطلع لك فوق خالص عند يعني ايه المنطقه اللي هي نمسح دي كده، المنطقه اللي هي ايه فوق خالص دي، او هيعمل لك علامه بالعرض كده. يبقى دي الاسترنال هيد اوف سترنوماستويد. تمام. دي الاسترنال من جوه الانر اسبك بتاع. عندنا عضلتين، الاسترنو هايرويد والاسترنو سايرويد. انا بعرفهم ازاي؟ اللي فوق، نرجع تاني، اللي فوق اسمها استرنو هايرويد، اللي تحت اسمها استرنو سايرويد. هو لما يجيهم لك في الامتحان هيبين لك، انا هيبين لك هيبقى يا اما هيعمل علامه فوق قوي او تحت قوي، يعني مش هيجيبها في النص كده بحيث انك تتلخبط، لا هيبينها لك انك هو قصد الاسترنو هايرويد او الاسترنو سايرويد. تمام. يبقى احنا عندنا، نرجع تاني، قلنا الاسترنم عندنا 3 علامات، واحده من بره واتنين من جوه. ايه العلامه اللي موجوده بره؟ اللي هي الاسترنال هيد اوف الاسترنو ماستويد. اها، بتبقى موجوده خط بالعرض كده او بتبقى موجوده حته فوق كده خالص. ايه العلامتين اللي موجودين من جوه؟ الاسترنو هيد والاسترنو سايرويد. اللي فوق اها كاتبه فوق اهو، الاسترنو هيد فوق خالص، تحت بيبقى الاسترنو سايرويد. بتبقى كبيره اهو، باينه اهو زي ما هنا باينه ان هي دي تحت وباينه هي ان دي فوق، بتبان يعني. دي دي عندنا العضله بتاعتنا اللي هو الاسترنو ماستويد، جايه من الماستويد بروسيس اهو. طبعا هي كانت جايه من السويرو نيوكال لاين ومكمله لحد الماستويد، وبتنزل، نجيب لون تاني عشان يبين، وبتنزل باتنين هيد، الكلافيكولار هيد بتروح تمسك في الكلافيجل، وبتروح تمسك في الاسترنم، تعمل استرنم استرنال هيد اوف استرنال ماستويد. تمام. برضو هنا اهو جاي من الماستويد، جاي من ورا معديه على الماستويد، نازله راح تمسك في الاسترنم وراح تمسك في الكلافيك اهو. نمسح اهو الاسترنم، العلامه اللي هي بتاع الاسترنم من فوق خالص من بره. يبقى الاسترنال هيد بتبقى على الاسترنم من بره، والكلافيك اللي العلامه بتاعتها اهل الكلافيكولار هيد في الاسترنم ماستويد. تمام. دي داتا الكليه اهو، الاوتر والانر اسبكت. اوتر اهو واضحه جدا، علامه من بره اهو من فوق خالص، دي اعرف ايه external head of sternum mastoid. اما في الانر اسبكت عندي علامتين، واحده فوق وواحده تحت. هو هنا مش باين ان اذا كانت فوق او تحت، هو لو جابهم لك كده مع بعض انت مش هتتلخبط، لان انت عارف ان اللي فوق sternum head و sternum mastoid. لكن لما تيجي واحده لوحدها هيعمل واحده فوق وواحده تحت عشان تعرف ما تتلخبطش منهم، ما تبقاش عارف ده فوق من تحت. يبقى اللي فوق sternum head واللي تحت sternum mastoid. الكلافيكا اللي هي موجود عليها العلامه واحده اللي عندنا اللي هي الكلافيكولار هيد اوف sternum mastoid اللي هي دي. احنا كده خلصنا. احنا بقى عايزين هنقول، هنشيل، هنجيب العلامات ونشيل الاسامي وكده، نختبركم نشوف ان انتوا ايه الدنيا معاكم. هنا السهم ده مشاور على ايه؟ مشاور على عضله ليها 2 هيد اها، اوبر هيد راح تمسك في الجريتر وينج اوف سفينويد، واللور هيد اها. يبقى دي ايه؟ صح، دي اللاترال تريجويد ماسل. تمام. العلامه الثانيه اللي هي دي ايه؟ عضلة ليها 2 هيد، واحدة سوبرفيشيال واحدة ديب اها جوه. اضيع لك حتى السوبرفيشيال عشان يبين لك الديب. دي ان ايه؟ الماكسيلاري تيبيورستي اها، طالع منها الاورجن بتاع العضلة. يبقى دي ايه؟ الميديال تيروجويد موسل. تمام. اها اللاترال تيروجويد، اللاترال تيروجويد والميديال تيروجويد اهو. تمام. دي ايه؟ قلنا العضلة اللي شبه الفان شيب. دي ايه؟ تيمبوراليس. تمام. هنا المفروض هو كاسر، هنا المفروض كان فيه هنا المانديبل هو كسره، والمفروض كان العضله دي مكمله لفوق على طول الريمس بتاع المانديبل. ايه العضله اللي كانت مكمله على طول الريمس بتاع المانديبل؟ صح، عضله الماسيتر. تمام. يبقى دي الماسيتر، دي التمبوراليز. العضله قلنا هنا اللي ليها ابر هيد ولور هيد اها، يبقى دي ايه؟
يبقى دي اللاترال تيروجويد، والعضله اللي ليها سوبرفيشال هيد اها طالعه من الماكسيلاري تيبيوستي، وليها ديب هيد اها جوه طالعه من تحت اللاترال تيروجويد بليت، اهو اللاترال تيروجويد بليت اللي هو ده طالع من فوقه اللاترال تيروجويد، من تحته الديب هيد بتاع الميديال تيروجويد اهو تمبوراليز لاترال تيروجويد الماسيتر ميديال تيروجويد. تمام دي ايه؟ دي الاسترن. هو هنا جايب لي العلامتين مع بعض، اللي فيها علامتين جوه لبره جوه، كمان جايبهم لي واحده فوق واحده تحت، يبقى اللي فوق استرنو هايوي وتحت الاسترنو سايلنت. لو كان عاوز يجيب لي الاسترنو اللي هي... لو كان عايز يجيب لي اللي هو الاسترنو ماستويد، الاسترنو هيد بتاع الاسترنو كان يجيبها لي فوق في الحته ده كده. تمام دي ايه؟ العضله اللي جايه من عند ايه؟ راحه للماستويد بروسيس، تبقى جايه من الايه؟ من السوبيرو نيوكل، حتى عامل لك امتداد ليها كده اكنها جايه من ايه؟ من ورا راحه للماستويد بروسيس. ايه بقى دي؟ الاسترنو ماستويد ومعاها ايه؟ معاها السبلينس كابيتس ماسل. تمام دي ايه؟ ده قلنا هنا الاكسترنال اوكسيبيتال بتربنس اهو باين، ده السوبيرو نيوكل لاين بيبقى بارز اهو اكتر حاجه بارزه، فهو فوق السوبيرو نيوكل لاين، فوقه مش على امتداده، فوقه يبقى الاوكسيبيتال بلي. كمان هو عامل لك حته صغيره كده، لكن مثلا لو قصده الاسترنو ماستويد هيجيبها لك، هيجيبها لك ازاي؟ هيجيبها لك كده، هيجيبها لك واخده الحته دي كلها لحد الاسترنو ماستويد، لكن هو هنا عامل لك حته صغننه كده فوق ال فوق ال فوق الايه؟ في السوبيرو نيوكل لاين، يبقى هنا يوصل الاوكسيبيتال بلي. تمام هنا ده هنا مشاور على مشاور على دي، قلنا موجوده في البيز بتاع الماندبل، دي تبقى ايه؟ البلاتيزما. تمام هنا مشاور على الانجل من بره، دي الانجل من بره، ليه عرفنا ان من بره ازاي؟ اهو موجوده الاوبليج لاين، كمان مش موجود اللينجولا اللي بتعرفنا ان احنا جوه، يبقى انا كده بره، وعامل لي حته صغنونه خالص عند الانجل، يبقى هنا يقصد ايه؟ ستايلو ماندبلر ريم. تمام معلم لي على الفاسيت دي انهي فقره اعرف منين ان انا سي واحد ولا سي اتنين؟ دي كده شكل ايه؟ الكيدني شيب، يبقى انا كده سي واحد، يبقى الفاسيت ده ايه؟ فاسيت فور اتلانتو اوكسيبيتال جوينت، فاسيت فور اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. تمام هنا دي ايه؟ دي الكلافيكل، قلنا الكلافيكل عليها علامه واحده اللي هي دي كده، معلمني عليها دي ايه؟ كلافيكولار هيد اوف سترنو ماستويد. تمام قلنا دي ايه؟ دي انهي فقره؟ بعرفها ازاي؟ هنا البروسيس بتاعها مفلو، يبقى دي كده السي 2 الاكسس. هنا معلمني على البادي بتاعها اللي هو ايه؟ الممبرينا تكتوريا، الممبرينا تكتوريا. تمام دي ايه؟ طالعه من السوبيرو نيوكل لاين الماستويد بروسيس، نازله تحت باتنين هيد، واحد على الكلافيكل واحد على الاسترنو، يبقى دي ايه؟ هو مشاور لي على اسم الماسل عاوزها، يبقى دي الاسترنو ماستويد. هنا مشاور على ايه؟ نرجع تاني معلش، هنا مشاور على المنطقه دي، المنطقه دي اللي هي ايه؟ دي الكلافيكولار هيد اوف لا الاسترنال هيد بتاع الاسترنو ماستويد، دي الكلافيكولار هيد ودي الاسترنال هيد، راح تمسك في الاسترنو معاها من قدام. تمام هنا معلمني على ايه؟ الاوربت، مع ايه العلامه اللي موجوده في الاوربت؟ تمام اللاكريمال، هنا اللاكريمال بارت اوف الاوربيكولاريس اوكلويد. تمام هنا العلامه دي اللي هي ايه؟ اللي قدام السنان عند الماكسيلاري بون، يبقى دي الباكس نيتور ماسل. تمام معلملي على الزيجوماتيك ارش، يبقى ده ايه؟ يبقى دي الماسيتر ماسل. تمام برافو. هنا معلملي على قلنا دي ايه؟ قلنا دي الماكسيلاري بون، قلنا في حته بارزه منها اللي هي ايه؟ الماكسيلاري تريبروستي، فهو معلم على الماكسيلاري تريبروستي اللي هي التباشيره دي اللي هي الحته الخضراء اللي انا بعملها، يبقى دي هنا قصده ايه؟ قصده هنا الميديال تريجويد. تمام هنا قلنا ده ايه؟ الزيجوماتيك ارش، ده الايه؟ الروت بتاعته معلم لك عنده، يبقى ده ايه؟ يبقى دون اللاترال ليجامنت اوف تمبرو مانديبولار جوينت، لان احنا قلنا هنا في هنا جوينت، قلنا في هنا جوينت بتاع المانديبول اسمه ايه؟ لاترال تمبرو مانديبولار جوينت، يبقى هنا المنطقه دي كده اسمها ايه؟ اسمها اللاترال ليجامنت اوف تمبرو مانديبولار جوينت، اللي هو موجود عند الروت بتاع الزيجوماتيك ارش، ده الزيجوماتيك ارش وده الروت بتاعه. تمام هنا ده قلنا ده ايه؟ ده اللاترال تريجويد بليت، هو علمني على حته صغنونه خالص خارجه منه دي، يبقى هنا يقصد ايه؟ الترويد هاملس اللي هو ايه؟ تريجو مانديبولار ليجامنت. تمام
احنا كده خلصنا يا دكاترة. ان شاء الله الدنيا سهلة وبسيطة، وان شاء الله الامتحان يجي سهل وتحل كويس. كل مطلوب منكم بس بعد ما سمعتوا الفيديو راجعوا على العلامات، راجعوا عليها اكتر من مرة، وافتحوا الكتاب وبصوا على الاورجن والانسرشن بتاع كل عضلة، ده هيثبتها يعني وهيسهل الدنيا وهيخليكم تفتكروا كويس في الامتحان. وان شاء الله الامتحان يجي سهل وبسيط، وان شاء الله تحلوا كويس. اهم حاجة ما تتوتروش. بالتوفيق ان شاء الله.